الحقيقة إنه كان في اجتماع حضره وزير السياحة سيد أحمد عيسى. هذا الاجتماع اللي هو كان اجتماع مجلس الوزراء وتم انعقاده النهاردة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قال فيه الآتي، قال إنه سنة 2023 تم تحقيق رقم قياسي بالنسبة لحجم السياحة الوافدة لمصر، وإنه عدد السائحين الذين سجلوا حتى نهاية 2023 كان 14,906,000 سائح. الرقم حلو ولكن فيه قولان لو صح التعبير. معانا على التليفون دكتور غادة شلبي نائب وزير السياحة، أهلا بيك يا دكتور. اهلا اهلا استاذ يوسف، ازي حضرتك يا فندم؟ كله تمام والله بخير الحمد لله، كله بخير. مما لا شك فيه ان الرقم حلو جدا ورائع وتاتش وود، ويا رب يزيد وبارك ويبقى قد كده 10 مرات يا رب دايما ان شاء الله. وانا عارفه انت متابع جيد لملف السياحه. بجتهد بس. لا لا عارفه كويس، بجتهد صدقيني. يمكن أهلاً. يمكن هو جزء نابع، يمكن يكون من شغلي، ممكن يكون نابع من انه انا اشوف ان احنا نستحق مكانه في الترويج الرواج السياحي كمقصد عظيم اكبر من كده بكتير يعني. وده اللي بيخليني اسال، احنا المستهدف بتاعنا يا دكتور غادة، المستهدف بتاعي الرقم ولا المبلغ ولا الاثنين؟ طيب، هو طبعا المستهدف لازم يكون على قد العرض على قد الطلب، والطلب اقدر ان انا احققه بما املك من معروض. احنا ويمكن احنا اتكلمنا قبل كده وطلعت مع حضرتك وقلت انه احنا ما عندناش مشكله في جانب الطلب، ما فيش حد في العالم وانت بتسافر وبتسال والناس بتقول لك انت من مصر، ده انا عايز اجي مصر، انا حاططها في التشيك ليست بتاعتي لازم اجي مصر. فمصر معروفه على مستوى العالم وناس كتير عايزه تيجي وبتلتهب مشاعرها وعايزه تحضر افتتاح المتحف الكبير. عندنا زخم الحمد لله. مشكلتنا كانت ولا تزال في جانب العرض. وجانب العرض ده كان ليه مثلث هام جدا اتكلمنا فيه، هو مثلث من ثلاث اضلاع. واحد، كيفيه الوصول الى المقصد المصري عن طريق الطيران. عندي 11 مطار سياحي يعملوا، ولكن ممكن يستطيعوا يعني ان هم ممكن يجي لهم طاقه نقليه اكبر بكتير، فشغالين على ملف الطيران بالتعاون مع وزاره الطيران. اثنين، التجربه السياحيه وتحسين كافه المقاصد السياحيه والاثريه والفنادق والخدمات والعماله وكل المدخلات اللي داخله في صناعه السياحه، ده الحقيقه شغالين فيه وعلى كذا محور. يعني يمكن حضرتك تعلم تماما في مجلس النواب بيتم مناقشه قوانين تتعلق بتحسين الخدمه والخبره في السياحه والمنظومه السياحيه، شغالين في قرارات تسهل من المنظومه وتسهل وتحسن حتى الصوره امام المستثمر علشان يقدر ان هو يثق في القرارات بتاعتنا. الضلع الثالث وهو الاكثر اهميه كمان، ان انا ما عنديش غرف فندقيه كافيه لاحلامنا وطموحاتنا. فحضرتك بتقولي احنا مستهدف ايه؟ انا يعني فعلا نسعى جاهدين لانه نزود عدد المنشآت الفندقيه والغرف الفندقيه. حين يكتمل هذا المثلث ونوصل الى اقصى استيعاب منه هنوصل لمستهدفاتنا، ويا رب نوصل ل 100 مليون سايح، ونقدر طيب. ونقدر ان احنا نوصل لهذا. انا 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 هستغل مجامله حضرتك اللطيفه ان انا مهتم بالملف ده وانه بحاول افتش وافهم فيه اكتر في حاجتين. الحاجه الاولى هي انه قد يكون فعلا انا عارف ومتاكد من انه عدد الغرف الفندقيه بتاعي يدوب على قد فعلا اللي بيجي لي، يعني على قد ال 15 مليون سائح اللي بيجوا لي كل سنه. بس انا كمان يمكن محتاج اظن ان انا استحدث شيء مختلف. يعني بعض الدول في المنطقه عندها بتطلع رخصه كده اسمها رخصه شقق فندقيه، فيوسف يقدر يحول شقته لشقه فندقيه ويستصدر لها رخصة، فتصبح هذه الشقة طول الوقت معروضة مش بس عن طريق التطبيق إياه، ولكن تبقى معروضة على كل التطبيقات بتاعة الحجز وما إلى ذلك بناء على المواصفات اللي هتحطها للوزارة.
فهنا هتصنف إذا كنت بقى 5 ولا 4 ولا 3 ولا ما إلى ذلك، ومن هنا أقدر أستعيض بذلك ولو لشريحة ما عن نقص الغرف الفندقية اللي عندي. من ناحية تانية، وده السؤال التاني، سياحة الترفيه بتجيب فلوس كتير قوي خالص أكتر من السياحة الثقافية وسياحة المزارات، صح؟ طبعا وفي مواسم وفي اوقاتها طبعا. بس انا عندي المواسم بتاعت كله، هقول لحضرتك كله دي بعدين، بس انا عايز ارجع على مساله لماذا لا نستحدث هذا النوع من التراخيص للشقق الفندقيه وتصبح شقق معتمده وتحت الرقابه وتحت المتابعه وتحت التصنيف وما الى ذلك، فتساعدني شويه قدر الاستطاعه حتى استكمل العدد اللازم من الغرف الفندقيه بتاعتي. سؤال حضرتك وجيه جدا وفي محله، وهو فعلا من ضمن المستهدفات اللي احنا داخلين عليها. مش لازم كل السائحين اللي يجولي ينزلوا في فنادق او في ريزورتس او في منتجعات او كذا، ولكن فعلا نظام الشقق المفروشه او الشقق الفندقيه او وحدات الاقامه، بحب اسميها دايما وحدات الاقامه بكافه انماطها، مش لازم تكون شقه، ممكن تكون فيلا، ممكن تكون عماره، ممكن تكون اوضه استوديو زي ما يطلع بالظبط. وبالتالي هذا احنا الحقيقه يعني ادركناه جدا جدا في قانون المنشات الفندقيه اللي تم مناقشته في مجلس النواب وبحضور حضرتك والساده النواب، واوجدنا فيه فعلا هذا البند ان انا اقدر ارخص الوحدات الاقامه دي بحيث ان انا احط لها مواصفات، اعمل لها يعني معايير معينة للقياس، وبالتالي أقدر أن أنا أرخصها وأقدر أراعي وأتابع الخدمات اللي بتقدم فيها وأقدر أقدمها كمنتج سياحي. فهو ده فعلا إحنا ملاحظينه. الملف مش بسيط، الملف كبير جدا، لأنه داخل فيه نظام الشقق المفروشة اللي بتخضع لقانون الشقق المفروشة، داخل فيه طبعا أنه ممكن يجيلك حد عايز يرخص شقة في عمارة قديمة ممكن تكون مواصفاتها الحماية المدنية ما هياش ما يعني توافق عليها انها تكون فيها السيفتي اللي انا اقدر اقدمها للسائح الزائر اللي جاي ومش عارف ايه المواصفات دي. فهو الملف الحقيقة محطوط نصب عنا وبيتم دراسته فعلا بالتشاور مع الجهات الاخرى، وان شاء الله نقدر نحرز في تقدم الفتره اللي جايه. طيب. ده النظام ده معروف فعلا في العالم كله، الاير بي ان بي، وبتخش على مواقع معينه وبتحجز، وبيبقى فيها طبعا ما فيهاش الريجوليتنج بودي، ما فيهاش الجانب الحكومي الاداري اللي بيتابعها، هي بتبقى شركات خاصه. صح. ولكن احنا هنا عندنا طبعا في الوزاره، طالما بقول ان هذه الوحده معتمدة ومرخصة من وزارة السياحة، يبقى أنا لازم أكون فعلا ملكة كل الإجراءات اللي تطمن السائح أن أنا بقدم له خدمة وبقدم له معايير معينة من السلامة والأمان والخدمات وكذا. طيب أنا هطول لحضرتك لحظة كمان في مسألة سياحة الترفيه علشان المواسم المختلفة. أنا من الناس اللي بتشوف زي كل البشر تقريباً أنه مصر طبيعة الجو بتاعها لطيف بقدر أن أنا أقدر أشغل مصر 12 شهر سياحة، يعني هضرب على سبيل المثال مثل لطيف كده من غير ما أسمي الجهة اللي أنا نفسي أن احنا نخاطبها، وإن كنا بنخاطبها أو بنخلق تقارب والنبي قوليلي. أكبر شركة لمدن الملاهي والترفيه في العالم في الولايات المتحدة الأمريكية عندها الفرع بتاع أوروبا اللي جنب باريس، والفرع بتاعهم اللي جنب باريس ده عشان برضو قعدت أقرأ عليهم لقيت أنه بيستقطب لوحده 36 مليون سائح سنويا، بس بيجوا في الشتاء بيبقى الموسم ميت عشان البرد قارس، مطر وبرد طبعا، فهم عندهم يورو مش عارف إيه، طب ما نعمل لهم أفر ومش عارف إيه عندنا احنا، او ميدل ايست مش عارف ايه عندنا احنا. الحته بقى اللي هي فين؟ من اول كينج ماريوت، من اول ماريوت لحد العالمين الجديده، انا اصبح في عندي بنيه كبيره جدا، عندي يعني كل مدينه ذكيه، عندي ابراج وعندي شقق وعندي بنيه فندقيه وما الى ذلك. هل من الممكن ان احنا نبدا في مباحثات، محادثات، تقاربات مع هذا العملاق الامريكي الضخم انه يفتح عندنا؟ طبعا. ويعني يحضرني فعلا ستيتمنت كان قالها دولة رئيس الوزراء من حوالي سنة ونص سنتين
في لقاء مع المستثمرين والمستثمرين السياحيين وغيرهم، وقال فعلا أنا بقالي فترة بسمع أنه في ناس هتجيب هذه العلامات الكبيرة أنها تشتغل معنا، وإحنا جاهزين بأي التسهيلات لهذا، لأنه مفهوم العائد الاقتصادي والفوت فول اللي هيجي لنا من هذه البراندات. ولكن ده برضو خلينا نفرق أستاذ يوسف، أنه ده دور القطاع الخاص. القطاع الخاص محتاج ان هو اللي يجيب هذه البراندات. انا كدوله وكحكومه اسهل له بقى كافه الاجراءات، اشوف له 100% فين احسن منطقه يقدر يبقى موجود فيها، الفنادق اللي محتاجه حواليه، لان هيقوم جنبها فنادق كتير وعلامات طبعا كبيره من الفنادق بكافه درجات، اقدر اقول له فين احسن مكان يبقى اكسسبل، يبقى جنبه مطار، جنبه مستشفى، جنبه خدمات، جنبه شوبينج مول اند سو اون. فده دور الحكومه في انه اخطط ازاي التخطيط الاستراتيجي، لان انا اقدر احط هذا الكيان الهام جدا في انهي منطقه، علشان المستثمر اللي جايب هذا المشروع الضخم اللي كلنا هنتكلم عنه طبعا يقدر ان هو يبقى بالنسبه له بروفيتبل ومربح جدا جدا. طب ما احنا عايزين نجمع المستثمرين اللي مهتمين بده ونقول لهم يا جماعه يلا بينا، او ننقي واحد منهم عارفين انه عنده السمعه الحسنه دوليا وعنده الملاءه الماليه، ونخلق التسهيلات اللازمه عشان لما هو يعمل الابروتش يبقى بيعمل بقى وساند ظهره مظبوط. يعني انا في ظهر الوزاره مفتوح، وسواء وزاره السياحه او هيئه الاستثمار او وزاره الاسكان والمجتمعات، كل هذه الجهات مفتوح بابها تماما لاي مستثمر جايب مشروع جاد فعلا يقع في نطاق تنظيم وتشغيل السياحة وتعظيم العوائد منها، كلنا معاه تماما. وخليني أقول لحضرتك على حاجة، يعني برضو في هذه المنصة أنت بتقول إحنا وصلنا ل 14.9، مش وزارة السياحة اللي وصلت للرقم، القطاع الخاص هو الذي نجح في أنه يتغلب على أزمات. حصلت عندنا أزمة في أول السنة وأزمة في آخر السنة، واحدة في أول كورتر وواحدة في الكورتر الرابع، وبالرغم من كده لما شاف إن عندنا استراتيجية واضحة محددة الملامح ومركزين جدا جدا، وبنتكلم مع منظمي الرحلات ومع الفنادق وصارمين في الخدمات، والتور أوبريتور اللي باعت السايح بتاعه واثق إنه وراه كيان قوي واقف ورا الصناعة، وثق فينا وابتدى يبعت سياح. هو صحيح. ده مثلث النجاح ده، بقول حضرتك انه نقدر، وشاطرين جدا القطاع الخاص الحقيقه، وخاصه العاملين في السياحه وبحييهم كلهم، لانه عارفين كويس قوي يدخلوا الاسواق ازاي، عارفين ازاي يتواصلوا مع شركائهم ونظرائهم ويجيبوا السياحه من اسواق مختلفه. احنا السنه دي تحديدا العدد ده لم نتوصل إليه من فراغ، ولكن فتحت أسواق جديدة، اتقدمت خدمات محترمة، في مشاكل كتير كانت بتجيلنا وبنحلها، فبالتالي بتزداد الثقة وبيزداد التواصل ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وبالتالي بنوصل لهذا النجاح. صحيح. راضيين عن ما وصلنا؟ لا مش راضيين، عايزين أكتر إن شاء الله. وبإذن الله نقدم برضو كشف حساب السنة الجاية بإذن الله، الأمور تستقر في الوضع اللي حوالينا، إن شاء الله نقدر نوصل للمستهدفات. بإذن الله هنقدر نوصل لأكتر من كده، أنا واثق من كده. كل الشكر ليك يا فندم، كل الشكر دكتور غادة شلبي نائب وزير السياحة. هذا الرقم لم نصل إليه بقالنا سنين طويلة جدا فعلا. وأنا سعيد جدا دكتور غادة بتقولها إحنا راضيين، لا إحنا مش راضيين. هل عندنا مستهدفات بأرقام أكبر؟ طبعا عندنا مستهدفات بأرقام أكبر، مش بس على نطاق عدد السائحين، وإنما أيضا على عدد ما نحصل عليه من عملة صعبة من نواتج هذه السياحة، يعني أو هذا الرفد العظيم. أنا دايما أقول السياحة يا جماعة أسرع، خد بالك، أسرع رافض اقتصادي للعملة الصعبة، حلو كده، وأكثر روافض العملة الصعبة والروافض الاقتصادية حساسية، أقل حاجة. ربنا يا رب يحفظ هذا البلد ويحفظ مواطنيه جميعا، اللهم أمين.